مدينة بيروت. جولة ببيت بيروت والقصة الكاملة بهالتقرير. مرحبا محمود، ماشي الحال؟ الحمد لله. كيف تقيلة؟ وزنها منيح. كم مفتاح في؟ بلاوي يعني كتير، والباقي على الكار بيمشي. او بيطلع قديش؟ 300 مفتاح؟ ايه تقريبا. وانا هلا محمود عم بيسلمني لساعتين مفتاح او مفاتيح بيت بيروت، رح يكونوا بعهد تاو ورح نفتح الابواب. اوكي، باب ورا باب. هذول معمولين ليدعموا الحيطان. هيدي من القصص اللي من الحرب؟ ايه هيدا ما في شيء، كل شيء كان مكتوب على الحيط ضل كل شيء على الحيطان متل هلا كمان من فوق بتشوفه. هون ليبقوا الكتابات محفوظين مسكرينهم بإزاز. إذا في حدا عم يحضرنا هلا وكاتب أي شيء بهيدا البيت أو عايش بهيدا البيت خلال مرحلة الحرب، بدي اطلب منكم انه تتصلوا فينا على الارقام الموجوده على الشاشه وتتواصلوا معنا، بركي بتكونوا معنا بحلقه مقبله وتخبرونا عن هالبيت وذكرياتكم بهذا البيت خلال مرحله الحرب، بما انه الليله الحلقه بمناسبه ذكرى الحرب الاهليه اللبنانيه. أنا كتير متأثر بأنه عم بعمل هيدي الجولة بعد كل هالسنوات ببيت بيروت أو بيت السوديكو أو بيت الأصفر أو بكل التسميات وبكل المراحل اللي مرق فيها هالبيت، وبدي أغتنم هيدي المناسبة لأشكر ولوجه تحية لكل الناس اللي ساهموا مادياً ومعنوياً بإقامة بيت بيروت وبتحويل هالحلم إلى حقيقة. ما فينا بنهار مثل هالنهار إلا ما نتذكرهم ونوجه لهم التحية، لأنه لولاهم جزء من ذاكرة بيروت اللي محفوظة اليوم بهالجدران كان رح يضيع. وإذا بدكم تتذكروا معي أكثر رح رجعكم لسنة 2000 لما لأول مرة جيت وزرت هيدا البيت كيف كان. خلينا نشوف المشاهد.
جيدا على تحولات المدينة السياسية والاجتماعية والعمرانية. شيد المبنى وكان يتألف من طبقتين في العام 1924، أي بعد 4 سنوات على إعلان دولة لبنان الكبير. المصمم هو أحد أبرز المهندسين المعماريين يومها، يوسف أفندي أفتيموس. في العقود اللاحقة أضيفت أقسام وطوابق جديدة على المبنى على يد المهندس فؤاد قزح الذي كبر وجدد وعلى. مع بداية الحرب الأهلية تحول المبنى إلى جزء من خط التماس بين شطري العاصمة الشرقي والغربي عند محور السوديكو. في هذه المرحلة هجر سكان المبنى المستأجرون والمالكون، وفرغت البيوت والمحلات ليسكنها المسلحون والقناصة. هكذا تحول المبنى من رمز للفورة الأعمارية إلى رمز للحرب الأهلية. مع نهاية الحرب أراد أصحاب المبنى إزالته تماما كما الكثير من المباني المجاورة لتشييد مباني جديدة. عارضت ذلك مجموعة من الناشطين المدنيين والمهندسين المعماريين الذين تحركوا على كل المستويات الإعلامية والسياسية لإنقاذ المبنى ولتحويله إلى مركز ثقافي جامع لبيروت. قانون تنظيم المبنى بيقول لك في تخطيط يا سيدي بشهرين. بس انا بس اليوم بس عندي بس اليوم عندي حق، ما في انطر تنظيم المبنى عايشين عليا انا صار لي 4 سنين كشفوا علي الجريمه. انت هلا في مخاطره حياه الناس ما لها قيمه. على راس هؤلاء المعترضين وقفت المهندسه المعماريه منى حلاق. صار لي عاملة آلاف زيارات للبناية مع ناس من كافة الجنسيات وبنفس كل ما روح بحس بنفس كأنه أول مرة، لأنه المبنى بيفرض عليك وجوده. نجحت حملة إنقاذ المبنى التي تحول إلى شعار لإنقاذ أبنية بيروت التراثية. استملكته بلدية بيروت في العام 2003 بهدف تحويله إلى مركز ثقافي وملتقى حضاري وتاريخي يعبر عن بيروت. في هذه الأثناء صار للمبنى أسماء، من مبنى بركات إلى البيت الأصفر إلى مبنى السوديكو، إلى أن استقرت التسمية أخيرا على بيت بيروت. استغرقت عملية ترميم بيت بيروت التي ساهمت فيها بلدية باريس حوالي 7 سنوات بكلفة 18 مليون دولار تكبدتها بلدية بيروت. قاد عملية الترميم هذه المهندس يوسف حيدر الذي حافظ على مميزات المبنى المعمارية والهندسية كما على بصمات الحرب، وأضاف إليها مبنى جديد حديث من 11 طبقة. مع اكتمال معالم الورشة سحر بيت بيروت بحلته الجديدة كل من شاهده أو عمل عليه. بلدية بيروت السابقة وقبل أن تنتهي ولايتها مثلا أقامت حفل افتتاح للبيت في نيسان 2016 رغم أن الأعمال لم تكن مكتملة بعد. بعد حفل الافتتاح أعيد إقفال بيت بيروت وغاب الاهتمام بكيفية إدارته وتطويره. عشية ذكرى الحرب شهد بيت بيروت احتفالية خاصة دعت إلى بلدية بيروت ومؤسسة إناس أبو